يعني كل ثقة ان المصريين كانوا دايما حريصين على متابعة الدوري الانجليزي، ماشي، الدوري الايطالي اكيد من زمان جدا، والدوري الاسباني بحجم الكلاسيكو والبارسا وريال، وبالذات كمان لما كان ميسي ورونالدو موجودين في برشلونة وريال مدريد. ويمكن شوية كمان نقول الالماني، يعني في ناس ممكن شوية تبقى بتحب البايرن، تبقى بتحب دورتموند، كرة المانيا برضو الى حد ما ممتعة، لكن الاكيد ان ما كانش حد بيتفرج على الدوري الفرنساوي، يعني ما كانش او ما تلاقيش مصريين كتير جدا مغرمين بان هم يتابعوا الدوري في فرنسا. السنة دي انا متوقع انه الدوري الفرنساوي على مستوى العالم مش بس على مستوى مصر هيقفز قفزة كبيرة جدا، وربما يتخطى الدوري الايطالي والدوري الاسباني. من سنين مش بعيده كان الانديه الفرنسيه موجوده على خريطه اوروبا، وكان نادي زي مثلا مارسيليا او اولمبيك مارسيليا من الانديه الكبيره جدا اللي بتنافس على بطولات اوروبا. تبقى الحقيقه طبعا الـ 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 الحاجه الزلزال او الحاجه اللي غيرت الخريطه طبعا هي الصفقات المدويه اللي عملها باريس سان جيرمان، لكن هل ده وحده يكفي؟ هل الاسماء وحدها تكفي؟ عندنا فرنسا فرق كبيره جدا ومحترمه، فرق زي ليل بطل الدوري الفرنسي في الموسم الاخير، فرق زي مارسيليا، فرق زي موناكو، مع طبعا البي اس جي لازم دايما نحطه في المعادله. هيكون معانا لوران كولات وهو المدير الاداري الحالي لنادي مارسيليا، وبالمناسبه الحقيقه كمان هنتكلموا مش بس على الكوره ومش بس على المنافسه، لكن ناحيه الاستثمار ومن ناحيه التسويق في عالم الرياضه هنتكلم معاه كمان، لانه كان مدير التسويق سابقا في اثنين من اكبر انديه اوروبا، الاول هو اي اس روما والثاني هو فريق او نادي برشلونه. بدايه طبعا بشكرك على وجودك معانا في النادي الاهلي وبرحب بيك في السادسه. السلام عليكم. مسيو كولات، خليني ابدا معاك بشكل المنافسه وقوه المنافسه في النسخه الجديده من الدوري الفرنسي، ازاي بتشوفها؟ Well, this year we've got هذا العام بدأنا بشكل جديد ولدينا تنافس أكبر بين الفرق الكبيرة ضد مارسيليا، لدينا باريس سان جيرمان وليون وأنجي ونيس، فلدينا بطولة تنافسية كبيرة هذا العام وسنحرص على التنافس في كل مباراة والتواجد في مركز جيد في هذا الموسم. ازاي بتشوف الصفقات الجديده اللي ابرمها باريس سان جيرمان وتاثيرها على المنافسه في البطوله المحليه؟ حسنا، طبعا هذا الامر مهم جدا. انا اعرف ميسي منذ ان كنت في برشلونه، رايته يلعب مرات عديده، اعرف هذا اللاعب جيدة وأي لاعب هذا. وكون ميسي يأتي للدوري الفرنسي هذا أمر جيد جدا للبطولة الفرنسية، سيجلب علينا العديد من المشاهدين وكذلك المستثمرين لهذه البطولة. بالطبع لدينا لاعبين كبار في البطولة الفرنسية، لكن هذا يظهر الى اي مدى تطورت الكره الفرنسيه والبطوله الفرنسيه. تواجد ميسي وظهوره في هنا يزيد من المشاهدات ويظهر اكثر اي مدى البطوله الفرنسيه تستطيع احضار اللاعبين الرائعين. نحن متفائلين جدا في هذه الفتره من البطوله الفرنسيه لاستخدام لاعبين كهؤلاء في السنوات القادمه. من وجهة نظرك كمدير إداري لواحد من أكبر الأندية الفرنسية، والكلام طبعا على أولمبيك مارسيليا، هل بترى أن القواعد الحاكمة أو القواعد المنظمة لبطولة بحجم الدوري الفرنسي ليج 1 تتيح مبدأ المساواة والشفافية بين الأندية المشاركة في البطولة، ولا تحتاج إلى ربما بعض التعديلات؟ ممكن تعيد السؤال؟ طيب، سؤالي على القواعد اللي بتحكم تنظيم، يعني احنا شفنا مثلا انه القواعد اللي بتحكم الليجا الاسبانيه منعت
استكمال ميسي لمشواره مع برشلونة. سؤال يتعلق بالقواعد المنظمة أو القواعد اللي بتحكم المنافسة في بطولة الدوري الفرنسي الليج آن. هل بترى أن القواعد دي بتسمح بعدالة ومساواة من حيث قدرة الفرق المشاركة فيها على المنافسة على لقب البطولة أم تحتاج إلى تعديلات؟ لدينا أيضا قواعد في الدوري الفرنسي كقواعد مالية وقواعد على الحسابات المالية بالنسبة لوريان ومارسيليا، ولدينا العديد من الأندية تحت هذه القواعد، وكذلك رؤساء هذه الأندية يتعاونون تماما مع المنظمة. ومنذ 5 سنوات وضعت هذه القواعد، وكذلك من المهم أن تعرف أن كل الحسابات الأندية تحت إدارة الرابطة الدوري الفرنسي، وكما الحال في معظم الدوريات في أوروبا. وكما كان الأمر في برشلونة، اعتدنا على وجود هذا الأمر. برشلونة لا يملكه شخص واحد، ولكن يملكه العديد من الأعضاء، وهذا الأمر صعب جدا، لأنك يجب عليك أن تجد العديد من الموارد والمصادر عكس الأندية في الدوري الفرنسي كمارسيليا. وكذلك عندنا في فرنسا يجب علينا أيضا أن نجد مصادر خاصة بنا. أستطيع أن أخبرك بذلك، فأنا في خضم هذه المنافسة في فرنسا. ده ياخدني لسؤال تاني مهم جدا. رأيك في، وأنت كنت مدير تسويق سابق في 2 من أكبر أندية الأوروبية، روما وبرشلونة، فكرة استحواذ الكيانات الاقتصادية الكبيرة على الأندية والاستثمار فيها، وشفنا أكتر من تجربة ناجحة آخرها مثلا كان فريق الانتر اللي استحوذت عليه مجموعة صينية وقدرت معاه أنها تحقق بطولة الدوري الإيطالي. رأيك أو تقييمك، فكرة الاستحواذ دي جت في صالح صناعة كرة القدم ولا أضرت بيها من ناحية تانية؟ هذا الأمر مهم جدا وجيد لكرة القدم. منذ عدة سنوات لم يكن هذا متواجدا. في إسبانيا كان لديك رجال أعمال ومالك عقارات هم من يملكون الأندية. فحينما أتى المستثمرون من الصين والشرق الأوسط، هذا الأمر طور كرة القدم. كما تعرف، كرة القدم الآن تدور حول المال وكيف تجني العديد من المال لتستثمر في الأندية التابعة لك. يجب أن يكون لديك اقتصادات قوية لتستطيع أن تشتري العديد من اللاعبين. وتجد الآن هذه الشركات هي الشركات رقم واحد في العالم. هذا الأمر الأمر ليس فقط بما تملك من أموال، ولكن كيف تدير هذه الأموال، كما يحدث لدينا الآن في مارسيليا. أنت كنت في فترة من الفترات مدير تسويق لفريق برشلونة. أثناء توليك المسؤولية، هل رأيت مقدمات للأزمة أو المعاناة اللي بيعيشها برشلونة؟ وهل تتوقع أن المعاناة دي تستمر على مدار الفترة القادمة، أم أنه نادي بحجم برشلونة قادر على التعامل مع مشكلة التمويل أو المشكلة المادية؟ برشلونة نادي قوي جدا، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، ولديه مهارات كبيرة في الأكاديمية الخاصة به، ولديه القدرة على بناء فريق قوي جدا في المستقبل. يجب عليك أن تدير كل هذا بشكل جيد. لكن برشلونة كما قلت لديه قاعدة كبيرة وقاعدة دولية كبيرة. برشلونة نادي قوي جدا، ويستطيع أن يعود مرة أخرى على يد لاعبيه الشباب إلى المقدمة. رحل رونالدو عن الريال ورحل ميسي عن البارسا. من وجهة نظرك، إزاي يأثر رحيل 2 من النجوم الكبار على مستوى العالم من أو على مسابقة الليجا؟ لا، لأن الدوري الإسباني دوري قوي جدا. لدينا ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة، فياريال، فالنسيا. وفي الماضي رأينا العديد من اللاعبين الرائعين يغادرون الدوري الفرنسي، ولم يقع الدوري الإسباني. والدوري الأسباني يعتمد على عوامل عديدة غير اللاعبين المشهورين. أروح لتجربتك شوية مع نادي إيه إس روما،
وانا بيتهيالي الفتره اللي انت توليت فيها مدير تسويق النادي كانت الفتره اللي بيلعب فيها النجم المصري محمد صلاح. ازاي بتشوف تجربه محمد صلاح في الملاعب الاوروبيه والمشوار الناجح اللي وصل ليه حتى اللحظه مع نادي ليفربول؟ كان امرا جيدا جدا ان ترى محمد صلاح لاعب قوي جدا في ليفربول. انا كنت اتكلم معه باللغه العربيه عندما كان في روما. انا كنت اتوقع له مستقبل واداء رائع. هو لاعب متميز وتطور سريعا، هو لاعب سريع بالفعل. روما كان لديه لاعبين جيدين، والان وكما الحال في ليفربول وانتر ميلان وباريس سان جيرمان، واحضرنا لاعبين من روما لمارسي بالفعل كما احضرنا لوبيه. فروما لديه فريق قوي جدا. فمحمد صلاح كان جيدا في روما، وما يفعله الان مع ليفربول أبدأ كيف أن مصر قادرة على إخراج العديد من المواهب وكذلك الدول الأفريقية. بمناسبة كلامك عن مصر وعن الكرة المصرية، يمكن برضو أثناء تواجدك في روما كان حصل أن في مواجهة أو لقاء جمع بين النادي الأهلي المصري وبين إيس روما في دولة الإمارات العربية الشقيقة. كلمني عن انطباعاتك عن النادي الأهلي من الناحية الفنية، إزاي شفت فريق النادي الأهلي، وأيضا إذا كان في تواصل تم بينك وبين المسؤولين في النادي، أهم انطباعاتك كانت إيه؟ لا، لم يكن هناك تواصل من قبل. كانت هذه المباراة فرصة جيدة أن نحتك بالنادي الأهلي ونحتك بالنادي المصري، والأمر كان جيدا كما فعلنا مع محمد صلاح. المباراة لم تكن سهلة. الأهلي كان يلعب كرة جيدة جدا. الأهلي فريق قوي جدا كما كنا نعلم. أنا كنت أجلس بجانب أحد المشاهدين، وكنت أقول له هناك لاعب في هذا الفريق يشبه مارادونا، لاعب مهاري جدا في النادي الأهلي. أنا سعيد جدا أن روما لعب ضد الأهلي في هذا المباراة. الملعب كان مليئا بالجماهير، الأمر كان مدهشا. لوران كولات المدير الإداري نادي مارسيليا، بشكرك شكرا جزيلا، وتأكد أنه الدوري الفرنسي مش في مصر بس، يمكن على مستوى العالم هيحظى الموسم ده بنسبة مشاهدة كبيرة جدا.